متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لنا عودة من المجمع الرياضي هنا بعاصمة بوغاز مدينة طنجة. كما شفنا في هذا البث المباشر اللي طلقناه قبل قليل هنا بعاصمة بوغاز، شفنا أن الأعمال تسير على ما يرام. برافو المسؤولين ديال جهة طنجة والحسين، ما كيشتغلوا بواحد الطريقة ناضية صراحة. فرحنا لأن الأعمال تسير كما ينبغي في ملعب ديال اللي يحتضن التدريب، ولا الملعب الكبير واللي هو حتى هو أمامكم واللي هو غيحتضن مباريات كأس العالم للأندية 2023. ولكن جينا لقينا شباب اللي كيشربوا، الله يعفو علينا عليهم، هذيك حياتهم، حنا ما ندخلوش فيهم. علاش كتشرب؟ لا ما تشربش، حرام، هذاك شغلك، حنا مش شغلنا فيك. ولكن حنا كمواطنين استاذ عندنا حق في الحدائق العموميه، عندنا حق في الشارع العمومي. شنو 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 هاد شنو هاد القمه ديال ما عرفتش ما نقول صراحه. انا بغيتكم نتوما تكتبوا ليهم لهاد الناس في هاد التعاليق. طبعا قناه شوف تيفي عندها صدى واسع، طبعا هما غيوصلوا لهاد اللايف، طبعا غيقراو الرسائل ديالكم. انا بغيتكم نتوما اللي تعبروا صراحه على هذا الموضوع. شنو هادشي اللي خليتونا؟ يعني واش ماشي عيب؟ ماشي حشومه؟ واش داكشي اللي كيشتغلوا عليه المسؤولين باش يكونوا في الوقت ديال كاس العالم للانديه ويكونوا في نفس الوقت وفي نفس التطلعات ديال العالم ويحتضنوا كأس العالم ديال الأندية بكل ما تحمله الكلمة معنى وبكل المقاييس، غنجيو حنا المواطنين واللي خصنا في الوقت اللي كينتظر من العالم أنه نكونوا كما قلت حسن التطلعات، نجيو نعملوا هذا المنظر هذا في جنبات المركب. علاش الناس اللي كيقولوا لي جماعة تشيلا؟ اسمح لي، ماشي قضية تجمعهم ولا ما يجمعهمش، هما غيتجمعوا. عارفين أن رجال النظافة غيدوزو بعد ساعة أو ساعتين بعد منتصف الليل، غيديروا خدمتهم، غيتجمعوا. ولكن راه ماشي دائما، ماشي كل الأماكن كيوصلوا لهم رجال النظافة. أنا اسمح لي، أنا ربما لو كانت حاجة أخرى نجمعهم نقيها في النفايات، ولكن أنا من أدي الشرب، ما نقيش الشرب. يعني حتى أنا عندي أخلاقيات ديالي، حتى أنا عندي مبادئ ديالي، ما تسمحليش أنه نقيس هذا الشيء. واش فهمتوني؟ يعني لو كانت مثلا بلاستيك، نفايات، قراعي ديال الماء، شي حاجه ممكن انه نجمعها ونلوحها، ولكن هادشي ما نجمعوش. هادشي مع كامل الاسف لا يشرفني انه نجمعو نلقاها في النفايه، واحد اخر جا شرب وكذا. فعلى العموم انا الرساله اللي بغيت نوصل، الله يهديكم، حاولوا، ما نقولكش ما تشربش، كما قلت في بدايه الفيديو، هذا كتبقى حياتك، شغلك، شراب، اعمل اللي بغيتي، هذيك حياتك، دبر راسك مع الله، ولكن ما تشوهوناش مع العالم. ما تشربوش في حديقة عمومية وتخليو القراعي مشيرين يشوفهم العادي والبادي. كيف ما قلت احنا على ايام قليلة وعلى مقربة من احتضان كأس العالم للأندية، فالله يجازيكم بخير، ما تشوهوش بهذه البلاد، الله يجازيكم بخير. اللي دار شي حاجة يديرها بينه وبين راسه، كيف ما قلت ما يشوهاش، ما يعملش شي تصرف اللي يخلي العالم يهضر علينا ولا العالم يضحك علينا. ما تنساوش انه ربما القدر العالم ما يعلقش على الاعمال ولا التنظيم ولا حجم الملعب ولا كذا، ولكن الاشياء الصغيره هي اللي كتصنع الفرق. وهادشي اللي شفناه في مونديال قطر 2022، اشياء صغيره دارتها قطر خلت العالم يهضر عليها. فاحنا غير هاد 10 القراعي ولا 5 ولا 7 اللي هنا، غير هادو غيصنعوا الفرق، غير هادو غيخليو جرائد عالميه تكتب علينا وتشوهنا وتشوه سمعتنا امام العالم. فمتابعينا الاوفياء، كنتمنى ان هذا المنظر ما يزيدش يتكرر، على امل ان نلتقي بكم ان شاء الله في بثوث مباشره اخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.